ما بقاش فيه فقط، بقى معنا ركن بصمة خير راح نستقبل فيه الشاب يزيد بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، في ركن بصمة خير لهذا العدد معنا الشاب يزيد. عمو يزيد نعرفك الآن في قناة شروق. بالضبط عمو يزيد، الله يخليك، سعيد جدا بوجودي معكم هنا في هذه الحصة اللي نحبها ونعزها، لأنه الإنسان، أنا دائما من الناس اللي عندهم قناعة تامة بلي المجتمع لازم له همزة وصل، يعني هذا همزة الوصل اللي تكون هي الوسائل الإعلامية، يعني اللي تكون بين الناس اللي حابة تدير الخير والناس اللي محتاجة يديروا لها الخير. دونك هذا يعطيكم الصحة على هذا الدور هذا لكم تقوموا به. الله يخليك. فضيلة الشيخ سي يزيد، عرفناه في عيد المرأة، يعني احنا رانا في 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 عيد المرأة، الاهتمام بالمرأة وبالطفل الحمد الآن. الحمد لله رب العالمين، وإحنا ثاني نبادلك الحب، يعني الحق، يعني كان دائما يعني فنانا ملتزما وبشوشا، ويعني الحمد لله رب العالمين. ولكن الآن نشوف هذه القفزة النوعية للفنان الجزائري، هذا شيء جميل، يعني من خلال البرنامج اللي قدمه في الشروق نتبعوه، يعني وين ما شاء الله يعني تعلقت قلوب الأطفال به، والآن إن شاء الله سيعرض علينا أمر يعني وين انتقل كذلك إلى العمل الخيري، وطبعا في نفس الشهر، فممكن كانت أمور ستتحول إلى أمور أحسن وأجمل وأكرم وأعطى يعني بذل المجتمع، وهذا ما نتمناه لكل يعني لكل في هذه الساحة، يعني باش كيفاش يفكروا أنه تطور الأمور باش نخلوا بصمات في مجتمعنا الجزائري الحبيب. إن شاء الله فضيلة الشيخ. سي يزيد، حابين نعرف، درتوا مبادرة خيرية طيبة جدا، حب تكشف لنا عليها للجمهور اللي راهو يتابع برنامج وفعلوا الخير. راح ندير مقدمه صغيره على حصه مع عمو يزيد، حقيقه هي حصه تربويه ترفيهيه موجهه للاطفال، ولكن من خلال الحصه دائما هناك رسائل نوجهها للاطفال، اما رسائل تربويه اما تضامنيه اما رسائل يعني رسائل اللي تفيد الاطفال في حياتهم اليوميه للعيش افضل كما يقولوا. ومع عمو يزيد في كل مرة، كما في 20 نوفمبر اللي فات درنا وقفة في اليوم العالمي لحقوق الطفل، وين نددنا بحقوق الطفل وتكلمنا يعني عن حقوق الطفل وتكلمنا عن واجبات الطفل كذلك. ودرك بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، أبينا إلا أن نقوم بحملة تحسيسية، حملة تحسيسية حبينا نحسوا، لأنه بالك الناس بزاف ما على بالهمش كاين أطفال عندهم مشكل في النتائج الدراسيه بسبب ضعف النظر، ضعف البصر، نعم البصر والنظر، يعني صح. حبينا نحسوا الاولياء لهذا الشيء، هذا لازم يديروا لا فيزيت ميديكال، لازم فحص طبي للعيون، لانه حسب الدراسات اللي اقيمت كاين طفل على 4 ما يشوفش مليح، نعم، وقال لك من 10 سنوات راح يكونوا طفلين، نعم، يعني النصف على 10، النصف الاطفال العالم بيكون عندهم مشكل في، وقال لك باللي 60% من هاد المشاكل تاع البصر هادو يعني بالنظارات المشكل يعني يكون يعني ما لازمش عمليه جراحيه ولا. دونك حنا واش درنا؟ ادرس ارى افضل لادرس احسن. اذا يوم 11 مارس مع اطباء عيون متطوعين رايحين نديروا فحص طبي مجاني طيله اليوم، بريح من 100 نظاره راهي عندنا ما شاء الله، يعني راهي عدد هائل، نعم، لانه انا قالوا لي اذا كان نجهزوا 500 طفل معوز هذا معناه اننا فحصنا 5000، نعم، يعني باش تشوف احنا ماذا بينا اي طفل معوز ولا والديه ما عندهمش باش يجدوا له النظارات ولا باش يديروا له النظارات ولا عندهم شك بلي ما يشوفش مليح، وعندنا حتى شركاء ممكن حتى العمليات الجراحيه للاطفال، عندنا شركاء ثاني قال لك جيبوهم برك، يعني الناس حابه دير الخير لازم برك نحطوهم في 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 طريق الخير فقط. بالضبط بالضبط. هذا المبادره هل فيه، يعني احنا دائما معظم النشاط هذا نديروه في الجزائر العاصمه، فيه امل انه تكون مثلا في ولايات واحده اخرى؟ والله غير وضعت صبعك على النقطه الحساسه، يعني حقيقه حتى الشركاء نتاعنا اللي تكلموا معنا قالوا لنا علاش ما تروحوش، يعني من الممكن هما اقترحوا علينا تاريخ وتاريخ قريب، قالوا لنا علاش ما نروحوش 16 افريل مثلا للغرب الجزائري، ومن بعد من ثم نروحوا للشرق ونروحوا للجنوب، نعم. قلنا لهم يلا، دونك اذا كاين مشروع يعني في قريب اقرب الاجال رايحين نزوروا المناطق النائيه. وانا واش درت بالعلاقه نتاعي مع الجمعيات اللي مورف نخدم معاهم مكمل، اليوم 11 مارس برياد فتح تكلمت مع جمعيات
لهنايا الجزائر وضواحيها، يعني الولايات كما تيبازا كما بومرداس كما تيزي وزو كما، قلنا لهم روحوا للمدن النائيه وين الناس محتاجه حقيقه. نعم. وشوفوا لنا الناس المعوزين جيبوهم، احنا نتكلفوا بالنقل نتاعهم وجيبوهم باش نجهزوهم بالنقل. ان شاء الله سي يزيد. على كل راح نرجع في العدد القادم ان شاء الله من برنامج وفعل الخير، نحضروا معاكم هذه المبادره الطيبه بربي ان شاء الله. فضيله الشيخ تعليق، لانه وقت البرنامج رانا تجاوزناه. اولا جمعيه كافي اليتيم ان شاء الله نقدموا نساهموا في هذا البرنامج، نقدموا لك 100 يعني 100 مونتور يعني 100 نظاره زيد 100 واحدة أخرى. ونقول لكم ثاني كي تجوا للجهة الغرب الجزائري فأبواب وهران مفتوحة إن شاء الله على مصراعيها وجمعية كافي اليتيم عليها. ومن كل قلوبنا كجزائريين نتمنى لك التوفيق، نتمنى لك إن شاء الله هذه البرامج الواعدة التي حقيقة تبني الوطن وتسعى في تربية هذا الجيل وتشافيه وتداويه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا وتكون إن شاء الله قدوة لغيركم، لأن الجزائر قال واحد ربي يرحمه واحد الكلمة دائما نعاودها، الجزائر حررها الجميع واليوم يليق الجزائر يبنيها الجميع، المثقف والفنان ويعني كل واحد في بلاصتو، لأنها عطاتنا الكثير وإحنا مازال ما ردينا لهاش خيرها. وجزاكم الله كل خير. تاع لك الوقت هذه قلت لك واحد تاع تاع ويمارس هذه، حبيت كل الرجالة تاع الجزائر يحلوا البورتابل تاعهم ويدير في النيمرو تاع زوجته، في الرقم تاع زوجته يدير حبيبتي زوجتي، وين ما يلغى لها ولا تعيط له تخرج هذه. انا نظن اجمل هديه. واحد من الاصدقاء قال لي الشيخ وانا عندي زوج، قلت له دير زوجتي ان وزوجتي دو، وربي يفرحنا كاع ان شاء الله ويبارك فيكم ان شاء الله. هي حقيقه سنتومي حبيت نعلق برك، لانه سواء الفنان ولا الاعلامي ولا ربي سبحانه عطاله مصداقيه وعطاله يعني حب الناس. يعني انا في كل يوم نتوقف ونقول يا رب واش رجعت انا، يعني واش استعملت هذا الشيء اللي عطاه لي ربي سبحانه، اسكو استعملته لفعل الخير، اسكو استعملته، لانه الناس حابه دير الخير، ولكن لما تكون مصداقيه دير الخير اكثر. دير الخير اكثر. انا في الزملاء في العالم التقني راهم يقولوا يعاودوا ونروح ندير الحفله تاع الويمارش. رايح تروح تاع الويمارش؟ تاع سنه هذه تيزي وزو، يعني ما كنتش حاب نقولها مي هذا سبق. هذا سبق. علاش رحت مدينه تيزي وزو؟ لانه راح يكون اخر 8 مارس ليزيد رقم 20. هذا رقم 20، 20 سنه تقدير للمراه الجزائريه، ولكن من هذا المنبر راح نقول لهم راح يكون اخر 8 مارس. لماذا؟ لاني راح نتكفل بالطفوله ونتكفل بالرسائل. يعني راح نتخصص في مجال الطفوله فقط. نتخصص في مجال الطفوله، مجال التربيه ومجال الرسائل النبيه. التوفيق ان شاء الله سي يزيد، راح نكونوا دائما معك في مسيرتك باذن الله. مشاهدينا الكرام، وقت البرنامج تجاوزناه يعني بكثير. نتمنى ان شاء الله زملائنا في البرمجه انهم يخليوا هذا البرنامج يمر بكل الدقائق نتاعو. ما بقى لي غير نحييكم مشاهدينا الكرام في كل ولايات القطر الوطني، الجاليه نتاعنا في الخارج، العرب اللي راهم يشاهدوا هذا البرنامج، كل الناس اللي تابع هذا البرنامج. تحياتي تحيات معد البرنامج زميل رشيد فضيل، مخرج البرنامج امين سعاده، وكل الطاقم العامل في هذه الحصه المباركه. نلتقي الاسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.